الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر لتحقيق الاستقرار وضمان عدم اتساع الصراع في المنطقة. الرئيس السيسي يؤكد أن معبر رفح مفتوح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة ويشدد على أن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل دخولها. وعشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على غزة، والاحتلال يواصل حصاره لمستشفى الأمل في خان يونس. الثانية عشر ظهرا على 10 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي حبيبة عمر. إليك حبيبة. شكرا لك دعاء، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 72 أن أولويات الدولة كانت مواجهة ما مرت به من تطورات منذ عام 2013 والأزمات الدولية المتعاقبة، وأن ما مر على الإنسان المصري خلال تلك السنوات أظهر تطورا كبيرا في صلابته، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 120 مليار جنيه على مكافحة الإرهاب، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في الدولة المصرية. هي أزمة أولويات من الأول خالص، من 2013، هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها. هو احنا بنتكلم على تأجيل التحرك ولا تأجيل نتائج أو تحمل نتائج التحرك؟ يعني يا ترى كنا احنا في 2013 ممكن نتحمل الأوضاع اللي كانت موجودة في الدولة في الفترة دي كلها ونقول أولوياتنا حاجة تانية اختلفنا أو اجتمعنا عليها، لكن نقول إيه، ما إحنا مش هنتحرك في أي قطاع من القطاعات اللي كانت الدولة ما عايزة ونتحمل. طب هو السؤال، هو كانت الناس مستعدية تتحمل يا فخامة الرئيس؟ طب نقدر نعمل صناعة من غير ما يكون عندنا طاقة لها، سواء كان كهرباء أو غاز؟ لا. هل كان ممكن تحمل المرحلة اللي هي من غير الانطلاق اللي احنا اتحركنا بيه ده، ولا نتحمل نتائج التحرك؟ انا شفت ان احنا نتحمل نتائج التحرك. هنتحرك وهيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه مشاكل نستحملها. هو كان ممكن الرأي العام يتحمل ده قبل كده؟ ده معناه ان في حصل تطور كبير جدا في صلابة الإنسان المصري، ما بقاش بالشكل اللي كان من 20-30 سنة قبل كده. قال الرئيس السيسي خلال لقاء مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 72 إن دولة بحجم مصر تحتاج إلى أرقام كبيرة للغاية من أجل الإنفاق عليها، هذه الأرقام غير موجودة، ومشددا على أن ما تحقق في مصر لا يمكن أن يضيع. يا ترى كان الأولويات اللي احنا اتحركنا بيها ونتائجها اللي احنا فيها كانت ممكن تتأجل ويبقى التحرك حاجة تانية، أو نفضل على حالنا؟ أنا كان تقديري إن الناس، ولما دكتور شاكر موجود معانا ولما جه بقول له الكهرباء لازم تتحل في 2015-2016، قلت له السنة الجاية. يعني في دول قعدت مشكلة الكهرباء فيها لغاية دلوقتي بقى لها 30-40 سنة. ليه؟ هم مشوا بمسار تاني، أولويات أخرى. في ناس كده، في الشعوب. بالمناسبة لما أنا بتكلم على إن الأزمة اللي موجودة عندنا مش فكرة أبدا توصيفها، ولكن فكرة حلها بما يتسق مع طبيعة ظروفنا. فأنت النهاردة عايز تقول إن كان ممكن قوي النتائج أو الظروف كانت موجودة ديت ممكن نتحملها؟ يعني انتوا كنتوا ممكن المصريين يستحملوا عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية عشان ما نصرفش 120 مليار جنيه؟ والكلام ده انا قلته لكم وقلته كتير قبل كده، قلته دولة زي مصر عايزة أرقام كبيرة جدا للإنفاق عليها، والأرقام دي مش موجودة. قدامنا مسار من اتنين كمصريين، يعني نفضل نضحي لغاية لما نصل لأرقام ترضينا وتكفينا كلنا، يا إما مش هنستحمل.
لا هتبقى لينا ولا لأولادنا، ويبقى احنا تسببنا في خرابها كلنا. بكلم ده للمفكر والمثقف والإعلامي وللمسؤول حتى في الدولة، لأي وزير ولأي محافظ لأي حد. ما لو انت ما خدتش بالك الموضوع هيبقى ترتب عليه مشكلة كبيرة جدا كلنا هندفع ثمنها، واللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا. مشاهدينا الكرام، نخرج الفاصل القصير ونعود بعد مرة أخرى لاستكمال هذه النشرة. أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه الساعة الإخبارية، حيث قال الرئيس السيسي إن الأزمات على حدود مصر لها تأثير وتداعيات على الاقتصاد المصري. وأشار الرئيس السيسي أن أي صعوبات ستمر طالما ظل الشعب المصري على قلب رجل واحد. قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات. كما اكد الرئيس السيسي ان معبر رفح مفتوح لدخول المساعدات الى قطاع غزة على مدار 24 ساعة، واشار الى ان اجراءات الجانب الاسرائيلي تعرقل دخول المساعدات الى القطاع. اقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها اكل. الايه الاكل الايه الاساسيات، شويه قمح او شويه دقيق وشويه زيت عشان يعملوا لقمه عيش ياكلوها، بقى لنا 4 شهور. بالمناسبه غزه كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنه، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في اعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثه اكتر من 200-220 شاحنه. طب الناس دي عايشه ازاي؟ الناس دي عايشه ازاي؟ بالمناسبه انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اتقال كلام كتير على ان مصر هي السبب. لا لا، انا هقول لكم كلمه صعبه قوي، انا هروح من ربنا فين لو انا السبب؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر أعبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدي لكده. وده ده شكل من اشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع اطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيله من وسائل الضغط على السكان. ادي الحكايه. طب انا بقولها دلوقتي عشان اسجل ان احنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متاكدين من ده وانتوا قاعدين في بيتكم ومن غير انا ما اقول ولا يطلع بيان من هيئه الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا المخابرات العامة. احنا ما نعملش كده، احنا ما بنعملش كده. تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة بمناسبة عيد الشرطة، وقالت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه المناسبة تذكرنا بأمجاد وبطولات رجال الشرطة. كما قدمت قرينة رئيس الجمهورية التحية لأمهات الشهداء التي قدمنا أجلى ما لديهن ليحيا الوطن في أمن وأمان. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ثم نعود بعد لاستكمال هذه الساعة الإخبارية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار. وخلال استعراضه تقريرا حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، قال مدبولي إن إطلاق هذه الصناديق يأتي في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، ومشيرا إلى أن الصندوق سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى. شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 إقبالا كبيرا في يومه الأول للجمهور، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع 5. ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الحالية تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة جماهيره بشكل يومي، وذلك في الفترة من 25 من يناير وحتى 6 من فبراير المقبل من الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء، ويكون يومي الخميس والجمعة فيكون من 10 صباحا حتى 9 مساء. للمزيد من التفاصيل والنقاش تنضم إلينا مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل من معرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا بك ميرنا، يعني بعد التحية ضعينا في المزيد من التفاصيل لديك، تفضلي. تحياتي حبيبة وتحياتي مشاهدين الكرام. بالفعل انطلقت فعاليات الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام هنا في يعني التجمع بمساحة كبيرة تقريبا 80,000 متر مربع، تشمل 5 صالات بهم العديد من الأجنحة لمختلف الدول المشاركة، ما يزيد عن 70 دولة تشارك في هذه الفعاليات، وأيضا ما يزيد عن 1250 دار نشر تشارك في هذه الفعاليات. دعونا نتحدث عن الإقبال في اليوم الأول. والإقبال كثيف جدا من المواطنين، يعني قبيل حتى انطلاق فعاليات هذا المهرجان الثقافي وجدنا أنه في الخارج كان اصطفاف المواطنين للدخول للمعرض، يعني حتى قبل أن يفتح المعرض أبوابه، يعني إقبال كثيف جدا. هذا المعرض هذا العام يأتي بالعديد من الفعاليات، ما يزيد عن 550 فعالية ثقافية على مدار أيام انعقاد المعرض تقام هنا في معرض الكتاب. نتحدث أيضا أن هناك تنوع كبير للناشرين ما بين العرب وبين الأجانب وبين الناشرين المصريين، وبالطبع هناك تسهيلات كثيرة تقدم لكل الناشرين الذين يقومون بنشر عناوينهم الجديدة داخل هذا المعرض. دعونا نتحدث أن أكثر الأجنحة التي تشهد إقبالا هنا داخل المعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول هو جناح الطفل. بالطبع يعني هذا الجناح هو الأكثر إقبالا، بالطبع اليوم كمان يعني نشهد إقبالا كثيفا من الأسر نظرا لأن اليوم هو عطلة رسمية، لذلك أكثر الفئات التي تأتي إلى هنا إلى المعرض هي الأسر الذين يقبلون لشراء احتياجاتهم من معرض الكتاب. وبالطبع يعني معرض الطفل ربما هو الأكثر إقبالا لليوم، كذلك أيضا المعرض الخاص بسور الأزبكية، جناح سور الأزبكية يعتبر أكثر أيضا من أكثر الأجنحة إقبالا هذا اليوم للخصومات الكثيرة التي تقدم. أيضا في الصالة الأولى والصالة الثانية هناك العديد من الأجنحة الخاصة ب يعني دور الثقافة والهيئة العامة للكتاب، وهذه الأجنحة تشهد أيضا إقبالا كثيفا في اليوم الأول نظرا لما تقدمه من خصومات كبيرة على مختلف الكتب والعناوين التي تنشر، ما يزيد عن 50% كل هذه الخصومات. جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين متابعة كافة الفعاليات التي تقام هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال المنصة الرقمية التي طرحتها إدارة المعرض، كذلك يمكنهم شراء مختلف الكتب وأيضا مختلف الأشياء من خلال الشراء الإلكتروني الذي أيضا يتم إتاحته من خلال المنصة، كذلك شراء التذاكر أيضا من خلال المنصة وأيضا من خلال يعني بوابات التذاكر التي توجد خارج المعرض. خلال أيضا فعاليات المعرض يوجد العديد من العروض الفنية التي تقام على هامش المعرض طوال اليوم، إن كان
عروض للسيرك القومي وعروض أيضا للفرق الفلكلورية المصرية من مختلف المحافظات. واليوم كون أن فسحة معرض القاهرة الدولي الكتاب هي فسحة لكل الأسرة تتضمن أيضا الجانب الفني مع الجانب الثقافي والجانب الترفيهي في فسحة متكاملة لكل أفراد الأسرة. دعنا نتحدث أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أيضا يقدم تسهيلات كبيرة لكل زواره ليستطيعوا المجيء هنا إلى المعرض من خلال 11 خط للحافلات في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى لنقل المواطنين من وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية. لذلك هذه الخطوط تعمل على مدار الساعة لنقل المواطنين. أيضا داخل المعرض يوجد المتطوعين الذين يقومون بمساعدة الزوار لإرشادهم أيضا لأماكن الأجنحة وأماكن الصلاة. كذلك يوجد العديد من التسهيلات الأخرى من خلال أماكن للانتظار، كذلك أيضا يعني أماكن لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة. هناك العديد أيضا من الفعاليات التي تقام على مدار اليوم، ولكن يعني هذا العام تم تخصيص العديد من الفعاليات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية، كذلك أيضا عن الإرث الثقافي الفلسطيني والكتاب الفلسطينيين في تضامن ولفتة جميلة من إدارة المعرض لما يحدث حولنا في العالم الآن. أيضا هناك العديد من الفعاليات التي تقام في الجناح الخاص بضيف شرف المعرض مملكة النرويج للمشاركة في كل الأشياء الثقافية وأيضا الإرث الثقافي لمملكة النرويج. وهذه هي المرة الأولى التي تحل فيها مملكة النرويج ضيف شرف للمعرض. الآن يعني ونحن نتحدث معكم إقبال كثيف من الجماهير على مختلف الصالات، الخمس صالات الذين يتواجدون في معرض القاهرة الدولي للكتاب. ولو أردنا أن نطلعكم ما الذي يحدث في هذه الصالات، في الصالة الأولى والثانية نجد يعني دور النشر الخاصة بالهيئة العامة للكتاب ودور النشر الخاصة بقصور الثقافة ودور النشر العربية والأجنبية. أما عن الصالة الثالثة نجد فيها أيضا أجنحة الدول الأجنبية المشاركة والدول العربية المشاركة، كذلك مختلف الجهات والهيئات والوزارات التي تشارك في هذا المعرض. أما عن الصالة الرابعة هذه الصالة التي نجد فيها الكتب الدينية والكتب الثقافية. والصالة الخامسة هي الصالة الأكثر إقبالا كما ذكرنا، هي معرض الطفل الذي يقام في الفعاليات الثقافية الخاصة بالأطفال، كذلك أيضا تعرض فيه العناوين التي تهتم بمحتوى الطفل. وعلى مدار الساعة هناك يعني تزايد وتوافد لكل المواطنين على فعاليات اليوم الأول التي تشهد إقبالا كثيفا كما ذكرنا كون أن اليوم هو عطلة رسمية. وبالعودة إليك مرة أخرى حبيبة. بشكرك شكرا جزيلا مراسلة أكسترا نيوز الزميلة ميرنا عادل من معرض القاهرة الدولي للكتاب على كل ما أشرت إليه، شكرا لك. قالت وزارة الصحة في فلسطين إن الغارات الإسرائيلية أدت لاستشهاد 50 فلسطينيا على الأقل في خان يونس خلال 24 ساعة الماضية. تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس واستمرار إطلاق النار والقصف العنيف في محيط المستشفى. اعتبر مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في غزة أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة إطلاقا ويجب أن تتوقف بشكل فوري. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. كنا معكم على مدار هذه الساعة الزميلة دعاء جاد الحق وأنا حبيبة عمر. إلى اللقاء.